اهلا بيكم. مفيش حد ما شافش عرض سحري قبل كده، واكيد كلنا بنستمتع بالعروض السحريه على اختلاف انواعها. ومن اول ما ظهرت العاب السحر وكل السحرة واللي بيقوموا بالخدع حريصين على الحفاظ على اسرار خدعهم السحريه علشان يضمنوا استمتاع وانبهار الجمهور في كل مره بيقدموا فيها نفس الخدع ونفس الافكار. النهارده قررنا نكتشف معاكم اسرار بعض اشهر الخدع السحريه في العالم، تابعونا. الجسم المنفصل. بمجرد رؤية رجل ذي جسد منفصل بالشكل ده في أي مكان، طبعا لازم تصاب بالذعر والفزع من المنظر، لكنها في الواقع خدعة زيها زي أي خدعة بسيطة وليها سر بسيط جدا برضو. فأولا علشان تنطلي عليك الخدعة وتصدقها فلازم يكون الساحر مواجه ليك تماما، يعني لو شفته من أي زاوية تانية هتكشف الخدعة فورا وهتلاقيه جسم شخص عادي جدا مرتدي الجينز بس مستخدم نص جسد دمية من عند الوسط لحد الركبتين علشان يداري على نص جسمه ويبان لك بالشكل ده. وبيضطر كمان انه يمشي بميل للظهور وكأنه نص جسد منفصل فعلا. كمان الملابس اللي الساحر بيكون لابسها على نص الجسم العلوي هي كمان مزيفة ومتعلقة بس من قدام وكأنها قميص او تيشيرت حقيقي. الاسترفاع. تعتبر خدعة الاسترفاع واحدة من أشهر الخدع السحرية في العالم، واللي أكيد معظمنا شافها قبل كده، وفي كل مرة بنشوف الخدعة بنستغرب جدا وبنفضل نتساءل يا ترى الشخص ده إزاي متعلق في الهواء بالشكل ده وبالثبات الغريب اللي هو عليه باستخدام مجرد عصا أو عكاز. الحقيقة إن فكرة الخدعة من أبسط ما يمكن، والسر كله في الملابس الكتيرة اللي بيرتديها الشخص مقدم الخدعة وفي العصا والسجادة أو الشيء اللي بيحطه على الأرض. فميكانيزم الخدعة عبارة عن التالي: كرسي معلق في الهواء ومثبت على العصا اللي بتكون مثبتة في منصة مخفية تحت السجادة الموضوعة على الأرض. الفتاة المتعرجة. في خدعة الفتاة المتعرجة بتدخل مساعدة الساحر جوه صندوق متقسم لبلوكات وبيتقفل عليها، وبعدين بيبدأ الساحر بغرز سكاكين عريضة في الصندوق، وبيبدو الأمر وكأنه بيغرز السكاكين في جسم المساعدة، وبعد كده بيبتدي يحرك البلوك اللي في النص، فبيتهيألك إن جسم البنت اتقسم لقطع منفصلة فعلا. سر خدعة الفتاة المتعرجة بسيط جدا، فهو بيعتمد في الأساس على براءة المساعدة، واللي بتكون مهمتها الأساسية إنها تقف جوه الصندوق وإيديها ورجليها في وضع طبيعي معتدل. وبالمناسبة الصندوق ده بتكون مساحته كبيرة من جوه بشكل الجمهور ما بيكونش واخد باله منه. وبعد ما المساعدة بتدخل جوه الصندوق بتتني جسمها بطريقة معينة بحيث ان السكاكين ما تلمسهاش، ولما بيقوم الساحر بتحريك الجزء الاوسط من الصندوق بتستمر البنت في تحريك ايديها بس للدلالة على ان الجزء المزاح ده لسه حي، في حين ان الخلفية السوداء من الصندوق بتوهم الجمهور بان الجزء الاوسط بالفعل اصبح منفصل عن باقي الجسم. خدعة ورقة اللعب. في الخدعة دي بيطلب الساحر من أحد الحاضرين إنه يسحب ورقة من ورق اللعب اللي معاه ويفتكرها كويس، وبعدين يحطها مرة تانية مع الورق من غير ما يوريها للساحر. بعد كده بيقوم الساحر بتفنيط الورق وبيتظاهر بالفشل في العثور على الورقة اللي اختارها المتفرج، وبعدين بيقوم برمي الورق على لوح زجاجي وبيفاجئ الجمهور بإن ورقة واحدة بس اتثبتت على اللوح الزجاجي واللي هي نفسها الورقة اللي اختارها المتفرج، لكن الأغرب إن الورقة مثبتة على الجانب التاني من اللوح الزجاجي. طيب السؤال دلوقتي هو ازاي تمت الخدعة؟ اللي بيحصل ان الساحر بيحتاج لتنفيذ الخدعة دي فرزين ورق كوتشينة متطابقين، واحد بيكون معاه والتاني بيكون مع المساعد بتاعه ورا اللوح الزجاجي الكبير اللي موجود في مكان العرض واللي بيكون ورا الجمهور. ولما بيطلب الساحر من احد المتفرجين انه يسحب ورقة، فالورقة دي بيشوفها طبعا المساعد بتاع الساحر اللي ورا اللوح الزجاجي، ونفس المساعد هو اللي بيثبت ورقة مشابهة للورقة اللي اختارها المتفرج على اللوح الزجاجي من الناحية التانية. إخفاء تمثال الحرية. الخدعة الشهيرة خدعة إخفاء أهم تمثال في الولايات المتحدة الأمريكية وهو تمثال الحرية، اتضح إنها أبسط مما نتخيل. المعروف إن تمثال الحرية موجود على جزيرة صغيرة بعيدة عن أضواء المدينة الكبيرة، ومصدر الإضاءة الوحيد على الجزيرة هو التمثال نفسه. وللسبب ده فكل اللي أنت محتاجه لتنفيذ الخدعة هو إنك تفصل بين التمثال والجمهور باستخدام ستارة وتطفي الأنوار جوه وبره التمثال، وبعد كده بمنتهى البساطة تشيل الستارة، وبكده تبقى
أنجحت في إيهام الجمهور باختفاء التمثال، لأنهم وقتها فعلا مش هيبقوا شايفينه، والكل هيندهش ويتساءل إزاي حصل. اللي حصل ببساطة إن الساحر قدر يخدع عيون الجمهور اللي ما قدروش يشوفوا أي شيء خارج محيط المكان اللي هم فيه بسبب الأعمدة المضيئة اللي مع الحاملة للستارة. وبعد دقايق بسهولة برضو تم وضع الستارة مرة تانية وإضاءة أضواء التمثال، وبعد إزالة الستارة ظهر التمثال تاني. وده طبعا بالنسبة للجمهور اللي مش عارف أي شيء عن أسرار الخدعة يعتبر منتهى السحر. ابتلاع الشفرات. من أشهر وأخطر الخدع السحرية الشعبية في العالم خدعة ابتلاع الشفرات، واللي فيها بيقوم الساحر بإخراج بعض الشفرات الجديدة من العبوة بتاعتهم قدام الجمهور، وبعد كده بيحط الشفرات دي في الفم وبيأكلها، وبعدين بيقوم بإمساك طرف خيط من الفم ويبدأ يسحبه للخارج لنهايته، والمفاجأة إن الخيط ده بيكون مربوط فيه الشفرات اللي أكلها الساحر، وده طبعا اللي بيشوفه الجمهور، لكن الحقيقة إنها خدعة بسيطة وسهلة ومختلفة جدا عن اللي بيشوفه الجمهور. بس مع لذلك فما ننصحش اي حد انه يجربها في البيت. السر ورا الخدعة دي بيعتمد على التجهيز المسبق لادوات الخدعة قبل تقديمها. الساحر بيحتاج اولا لست شفرات، ولازم تكون شفرات غير حادة. بعد كده بيقوم الساحر بعمل سلسلة بخيط ويربط فيها ثلاث شفرات، وبعدين بيحط الشفرات على بعض وبيحطهم في الفم وبيضغطهم على احد جانبي الفم من الداخل، كل ده قبل العرض. اما اثناء العرض السحري فبيقوم الساحر بوضع الثلاث شفرات التانيين شفرة شفرة داخل الفم قدام الجمهور، وكل شفرة بيحطها بيضغطها بلسانه على الجانب التاني من الفم، وبيتظاهر طبعا انه بيبتلق الشفرات بارجاع رأسه للخلف في كل مرة. بعد كده بيقوم بشد سلسلة الشفرات المجهزة مسبقا والموجودة في الفم من قبل العرض، وبيبدأ يسحبها في وسط ذهول ودهشة الجمهور. لي الملعقة. عادة بتكون الخدعة العقلية وسيلة هائلة لتسلية الجمهور، بس بمجرد اكتشاف الجمهور لسر الخدعة بيتضح ليهم فورا مدى بساطتها وسهولة تنفيذها. واكبر مثال على ده هو خدعة لي او ثني الملعقة. في الخدعة دي بيقوم الساحر بعرض معلقة سليمة وصلبة تماما للجمهور وبيخليهم يتأكدوا من ده بنفسهم. بعد كده بياخد المعلقة في ايده وبيضغط عليها بالاصابع زي ما انتم شايفين، مع التركيز على المعلقة بعينيه في محاولة لايهام الجمهور انه بيعمل ده باستخدام قواه الذهنية. وشوية شوية بتبتدي فعلا المعلقة تتني وبتتم المهمة بنجاح وبينبهر الجمهور. أما السر وراء الخدعة فهو في غاية البساطة. فأثناء تركيز الجمهور على المعلقة السليمة في الأول وتأكده من أنها سليمة تماما وصلبة، بيقوم الساحر في السر بتاني معلقة تانية مشابهة، بعد كده بيمسكها بإيده التانية وبيبدلها مع المعلقة السليمة. بس طبعا الجمهور مش بيكون شايف ده نظرا لتأثر الجميع بالوهم العقلي اللي مهد له الساحر من البداية، وبيفاجئ الجمهور بقدرة الساحر الغريبة على لي المعلقة باستخدام قوة العقل، لكن محدش مدرك انها خدعة في منتهى السذاجة. شكرا على المشاهدة، ولو حد فيكم يعرف سر من اسرار اي خدعة سحرية تانية غير اللي ذكرناها في الفيديو ياريت يقولنا في التعليقات. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع اصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش كمان تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.